واشتغل ببلان وتيم وورك هيتعب في السنوات اللي جايه. تمشي على طول الكره تاني، تمرير في اوفسايد خطيره جدا، خطيره، فرصه هدف اول، الوصل عظيم، فرصه هدف اول بدون تسلل. لا والله في قرار، شكلها كده في تسلل، لكن تحرك شانكلاي شنكل الدفاع بشنكله جميله، والوصل يتقدم باول اهداف. وهنشوف الحكم هنا، هذه من اللاعب رقم 11 اللاعب سواريز، القصه عند سواريز، لكن التمريره حراريه، تمريره جميله جدا جدا جدا، والباصه حلوه من علي صالح اللعيب الكبير. اللعيب الكبير كبير يا جماعه، هم اللعيبه الحريفه في الاخر في الكوره، لازم تروح للعيب الحريف في الاخر في الكوره، لازم تروح للعيب اللي يصنع لك الفارق في الاخر في الكوره. التمريره خطيره جدا وعدم احترام كامل، لكن شوف تمريره علي صالح، 50% من الهدف، 50% من الهدف، يعني شانكلاي لو هياخد مكافاه هدف لازم يقسمه 50-50 مع علي صالح. ثاني مساحات الوسط، بص يا ليما لعيبه، يا ولد على اللعيبه الكبيره، خطيره جدا، خطيره شانكلاي، والتاني، يا الله، الوصل في ليله، جوتيريز يسجل. لكن شوف التمريره بتاعه اللاعب فابيو ليما يا جماعه، المهاره، برضه غلطه، محدش يلعب بالعرض يا جماعه، محدش يلعب بالعرض يا خميس، غلطه من خميس وغلطه من سواريز، ونادي الوصل النهارده بيقتنص اي فرصه غلطات، درس عظيم جدا النهارده في المباراه بالنسبه للعيبه اللي بتلعب في التمركز غلط. خميس صالح استلامه غلط وقراره غلط، وبالتالي نادي بنياس او نادي الوصل يستفيد من خطأين يا جماعه، خطأين. ادي جوتيريز حاططها عكس حارس المرمى، جميله، حاططها عكس حارس المرمى، جميله، ما تفلسفش فيها خالص خالص خالص، وتحرك حلو قوي من التشيلي، لكن الباصه بتاعت فابيو ليما باصه لعيب كوره كبير جدا.